الرجاله من من ار توكسيك. دي مقوله متداوله جدا ما بين الاناث، كان ليها تاثير كبير جدا على الراجل الغلبان اللي مش طالب اي حاجه غير شويه حب وحنان. الاكس نفسها كانت بتقول لي ان انا توكسيك كتير جدا، رغم اني من اكتر الناس الغلبانه اللي مش طالب اي حاجه غير انها تفضل معايا طول الوقت، ما يبقاش عندها حرفيا حياه، تعطيني اهتمام فقط، ده يكون هدفها واولويه عندها في حياتها، ما تخرجش غير معايا وما تفكرش تعمل اي حاجه غير لما انا اعرفها الاول. بذمتكم كده انا توكسيك؟ دي اكتر علاقه صحيه شفتها في حياتي عشان جزء منها. انت عيل عيب، احترم نفسك. بس خلينا كده نتكلم في الجد شوية. من فترة كبيرة نزلت عن النسوية في عالم السينما وانها بتقتل السينما. الموضوع ما كانش فيه اي انحياز بالنسبة لي، ومع ذلك لقيت كام بنت بيشتموني. منهم بنت قالت لي اتحداك تعمل فيديو عن الذكورية في السينما، بس انت طبعا مش هتعرف لانك سكسست، عنصري، منحاز ضد النساء. وانا قبلت التحدي ده، بس في ملاحظة مهمة يا اخوانا. الامثلة اللي انا هجيبها هنا الرجالة فعلا كانوا توكسيك، والفيلم كان بيعرض ذكوريتهم بشكل ايجابي، مش بينتقد التصرف ده او بيطلعهم بشكل وحش عشان الناس تكرههم، لا كانوا بيطلعوا ذكوريتهم على انها تصرف طبيعي وعادي. دي حاجة. تاني حاجة، الامثلة اللي انا حطيتها دي حطيتها طبقا لمعايير المنطق السليم والفطرة، عشان في سياح دلوقتي في هوليوود من البنات ان اي راجل يعمل اي تصرف والتصرف ده ما يكونش على هوا الفيمينستات على طول بيوصفوه انه توكسيك، وبينشروا بقى اجندة ان الرجالة كلهم وحشين وبيخوفونا بالصياح ولادل عيب. احترم نفسك. لا، احنا عايزين تصرفات توكسيك بجد ما ينفعش تتعمل وضد الفطرة والدين. بس كده من غير كلام كتير، اعمل لايك بسرعة، ادعس زرار اللايك المتين ده، ويعني لو تكرمت ممكن تعمل لي فولو على الانستا، هتلاقي في وصف الفيديو. اوكي، واعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة، ويلا بينا. اول حاجة معانا هي الدورة الشهرية او البيريود. انا اسف اللي انا بتكلم في الموضوع ده، ده موضوع حساس جدا وفي ناس كتير مش بتحب تسمعه، بس للاسف هو بيدعم الكلام بتاعنا. طبقا لموقع ويكيبيديا، الدوره الشهريه هي التغيرات الطبيعيه التي تصيب عمليه انتاج الهرمونات وبنية الرحم والمبيض في الجهاز التناسلي الأنثوي لتهيئة الرحم للحمل المحتمل. دي حاجة بتيجي للبنات لما بتبلغ، بتحضرهم للحمل وبتعرفهم ان جسمهم دلوقتي بقى بالغ كفاية عشان يتكاثروا. في السينما للأسف تم التعامل مع الدورة الشهرية في أغلب الأفلام على انها حاجة مقرفة مقززة، مش حاجة طبيعية ربنا خلق بيها البنات. زي مثلا في فيلم كاري اللي نزل سنة 1976، الفيلم ده في مشهد خلى جسمي حرفيا يقشعر وانا بتفرج عليه. في الفيلم بطلتنا بتختبر الدورة الشهرية لأول مرة في حياتها في المدرسة، الدم بينزل بكثرة والبنت كانت خايفة ومرعوبة لان مش عارفة ايه ده، فالمخرج بدل ما يخلي زمايلها البنات يساعدوها، لا دول خلاهم يشتموها ويتنمروا عليها ويخوفوها اكتر ويرموا في وشها فوط صحية وهم بيضحكوا عليها. يمكن المخرج ساعتها كان عايز يرسي او يوضح بشاعة التنمر وتأثيره على الضحية، بس المشهد ده كفيل يخلي اي بنت تخاف وتتصدم انها تتحط في موقف البطلة ده في حياتها العملية، لانه لو حصل بعيدا عن الاحراج ممكن يخلي زمايلها يحولوا حياتها الجحيم وتتعرض لتريقة وإهانة طول ما هي في المدرسة. دي حاجة. تاني حاجة والأهم، إن بيتم التعامل مع الدورة الشهرية في الأفلام على إنها بعبع وحش بيحول البنت من جوه وبيخليها كده شبه الحيوان متقلبة المزاج ومش قادرة تسيطر على تصرفاتها وعواطفها. حصل ده في أفلام كتير جدا زي فيلم This is 40 ومسلسل The Real Housewives. أي بنت بتزعق أو باين إنها مكتئبة أو عاطفية أو حتى بتعيط لسبب تافه، جوزها بيبص لها وبيضحك وبيقول لها هي البريود جاتلك ولا ايه، بيضحك عليها بدل ما بيقف جنبها ويحتضنها. المشكله انها مش بترد والموضوع بيعدي عادي، بس بيبين للناس ان لو البنت دي تعبانه او حاسه انها متضايقه من غير سبب او سبب بالنسبه لها مهم وبالنسبه لناس كتير قوي تافه، فده من تاثير الدوره الشهريه ولازم نتجنبها. الدوره الشهريه ممكن تخلي مزاجها متقلب جدا، بس اعتقد ما تستحقش التريقه او انها تشجع الرجاله انهم يستخفوا بمراتاتهم واللي بيمروا بيه. تاني حاجه، ثقافه الاعتداء الجنسي. انتشر في فتره الثمانينات والتسعينات ثقافة غريبة جدا ومريضة جدا في السينما الامريكية، ان البنت لو تعرضت لاعتداء جنسي فدي غلطة البنت مش الراجل، لو الراجل اعتدى على بنت فده اكيد بسبب شكلها بسبب لبسها يمكن هي اللي اغرته، وده بالنسبة لي تخلف، والمفروض الطبيعي ان الفطرة والدين بتمنع تصرف بشع زي ده. بالنسبة لي جريمة الاعتداء الجنسي هي في نفس بشاعة جريمة القتل ويمكن اسوأ، ويجب على اللي بيرتكبها انه ياخد اعدام، لانها مش بس اعتداء على انسان، لا انت بتدمر حياته بالكامل وبتسبب له نوع
من الصدمة والخوف هيعيش بيهم طول عمره. في مسلسل دوسون كريك كان في بنت ليها ولد زميلها، وهما بيذاكروا في البيت الولد قرب منها وحاول يعتدي عليها، بس قبل ما يعمل حاجة جدتها بتخش عليهم والولد بيخاف وبيهرب. جدتها بدل ما تلوم الولد راحت للبنت وطردتها من البيت وقالت لها انت عاهرة وانت اللي شجعتيه انه يعمل كده والمفروض تخلي بالك من تصرفاتك بعد كده. اي واحد عاقل بيتفرج على المشهد ده هيشوف ان صناع العمل بيلوموا البنت مش الولد، مع ان البنت ما عليهاش لوم، لان حتى طبقا لمعايير المجتمع الامريكي نفسه اللي هو ما فيهوش دين اصلا في حاجه اسمها كونسنت او رضا. لو البنت مش عايزه تديك حاجه انت مالكش اي حق انك تاخدها غير بمزاجها، فما ينفعش تجبرها على ده وما تاخدش منها حاجه غصب عنها، لانك انسان بالغ عاقل مش حيوان. انت قادر انك تسيطر على نفسك، تسيطر على تصرفاتك، مش تسيطر على لبس اللي حواليك او شكله. طبعا انت هتقولي يعني هي عادي تلبس كده؟ هقول لك اللي انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، بس بشكل موجز كده انا رايي ان عادي طالما اهلها موافقين والمجتمع نفسه قابل لبسها ده، فانت مالكش اي حق انك تعترض. اعتراضك الوحيد لازم يكون على اهل بيتك طبقا لعاداتك وتقاليدك ودينك. انا قادر اربي اختي او اختار زوجه ليا بكون ماشيه بنفس مبادئي وتقاليدي، او اربي بنتي التربيه اللي انا شايفها صح، بس ما اقدرش اجبر اللي حواليا انهم يعملوا حاجه هم رافضينها. نخش بقى معلم على المسلسلات الكوميدي. في الثمانينات والتسعينات مسلسلات كوميدي كتير جدا، اغلب النكت اللي فيها كانت ممتزجه بالنسويه شويه والذكوريه بشكل اوفر على سبيل الكوميديا، زي مثلا مسلسل ساينفيلد لما كانت ايلين بينس بتقلل من جورج كتير وبتهين رجولته عشان يطلعوا نكت تضحك الجمهور. الراجل كان كيس ملاكمة حرفيا لكل اللي في المسلسل، طول الوقت بيتهان وبيتقل منه والجمهور بيضحك عليه في الاستوديو. او روس في مسلسل فريندز، عمري ما شفت ذكر بيتا خاطئ زيه. مراته سابته وتحولت لمثلية وتجوزت بنت، وكانت هي وصاحبتها بيعملوه كقرد غبي بيتحكموا على تصرفاته وبيسخروا من غبائه طول الوقت. اخته مونيكا نفسها عيرته كذا مره انه ما كانش راجل كفايه، لدرجه ان مراته بعد ما عرفته قلبت مثليه. لما ارتبط بريتشارد كانت هي اللي بتمشي العلاقه وبتجبره طول الوقت يجري زي الاراجوز ويحاول يرضيها باي شكل. جوي وتشاندلر كانوا بيسفوا عليه كل ده، وصناع المسلسل كانوا بيطلعوه كيوت عشان البنات يقبلوه ويشوفوه فتى احلامهم، رغم انك لو تابعت المسلسل كويس هتلاقي ان ده تعريف الراجل عند النسويات التوكسيك، انه يكون مش راجل اصلا. وده يدخلنا بقى في حته النسويه يا معلم. جوي كان في المسلسل ده غبي بس نسوانجي ومحبوب جدا من كل اصحابه، فكان بيعمل تصرفات ذكوريه وبيعدوها على اساس انه غبي، زي مثلا لما قلع هدومه بالكامل وقف قدام مونيكا عريان على سبيل الضحك، او لما كان بيرتبط وبيفركش كان بيخلي اصحابه يحوروا على البنت اللي عمل معاها علاقه ويقولوا لها اي حوار بشكل كوميدي عشان تبعد عنه، رغم ان هو اللي اقنعها انه عايزها، واول ما ادت له اللي هو عايزه فكسلها ورماها. او لما كلم روز في الموسم الاول وقال له حرفيا البنات عاملين زي الاكل بالظبط، مختلفين الاطعمه، ما تزعلش على انك بطلت تاكل لحمه وفي سمك حواليك او فراخ، امسك معلقه وكل من الترابيزه اللي قدامك زي ما انت عايز. تشبيه ان البنات مفيش اكتر منهم، ان كلهم متاحين، واي بنت لو دخلت لها صح هتقدر تضحك عليها وتعمل معاها اللي انت عايزه. تشبيه حقير جدا ومهين للمراه، ومع ذلك هتلاقي الجمهور بيضحك. نفس الكلام بالظبط في ساينفيلد، عملوا حلقه كامله حرفيا عباره ان الرجاله لما بيكلموا بنت مش بيركزوا في كلامها، بيركزوا في مفاتن جسمها، وانا بشوف ده اصلا تقليل وتحقير للراجل مش للبنت بس. حرفيا بيوصفوا الرجاله ككائنات شهوانيه، البنت بالنسبه لهم اداه بيبصوا لها بغريزه بحته، اكننا حيوانات شايلينه على كتفنا. وبيهين البنت لان البنت اللي معاهم عشان تثبت وجهه نظرها ان الرجاله مش شهوانيين كشفت عن مفاتنها وراحت كلمت راجل اللي فضل يبص على جسمها ويتجاهل كلامها، فهي ضحكت وانفجر الجمهور بالضحك، وبكده اثبتنا ان الرجاله كلهم كائنات شهوانيه والبنات ادوات جنسيه وحاجه في منتهى القرف. قبل ما انقل للنقطه اللي بعدها، فعايزك تعرف ان دي سي ومارفل لما اخترعوا الابطال الخارقين والكوميكس عامة في الثلاثينيات والاربعينات، كانوا وما زالوا لحد وقتنا الحاضر بيرسموا البنات على انهم مادة للاغراء، بيتفننوا في رسم تفاصيل جسمهم وازيائهم الضيقة كأنهم وسيلة اغراء عشان يشجعوا الناس اللي بيقروا الكوميكس، واغلبهم رجالة بالمناسبة، انهم يشتروا المجلات ويريلوا على البنات اللي هم شخصيات خيالية وجودهم بغرض اشباع التخيلات الجنسية للرجال. كانوا ابطالهم البنات بدون قصة، بدون شخصية، بدون تطور في الكتابة، بدون اي حاجة، هم موجودين بس عشان الاغراء. اخر حاجه عايز اتكلم عنها هي ربات البيوت. ربات البيوت او ست البيت اللي بتهتم بجوزها وعيالها، انا بشوف انها اعظم شغلانه في الدنيا وما ينفعش نهائي نقلل منها باي شكل. الام بتنشئ اجيال زي ما بيقولوا، والاجيال دي لما بتكبر مش بيفتكروا امهاتهم كانوا شغالين ايه او بيقبضوا كام، اللي بيفتكروه امي ربتني ازاي وضحيت علشاني بايه. طبعا مع احترامي الكامل لاي بنت عندها كارير ونفسها تنجح في شغلها، ده حقها الكامل ولا يقلل منها برضو، زي ما النسويات دلوقتي بيقللوا من مهنه ربه المنزل.
المنزل وبيشوفوا اي بنت عايزه تقعد في البيت وتربي عيالها ملهاش قيمه وبيتنصلوا منها، وده بيبان قوي في افلامهم دلوقتي. حبيت ادي التوضيح ده لان زمان الوضع كان مختلف شويه. زمان ربه البيت كان بيتم تجسيدها في السينما الهوليوديه او الامريكيه في الخمسينات والستينات بالذات على انها ملهاش قيمه، خاضعه لجوزها بشكل كامل، صوتها لو عالي بتتهان وبتتهزق وبيتقل منها، وجوزها كان اغلب الوقت ما كانش يشاركها، كان سيدها. مش عارف ليه عقليه السيد والعبد كانت مسيطره قوي بالشكل ده. المفروض كل واحد عارف دوره، عارف واجباته وصلاحياته وحقوقه، وان الحياه ما بين اي زوجين المفروض يكون فيها حب وموده. زمان امريكا كانت بتعمل برامج وافلام توعيه كامله للستات انهم ما يتكلموش كتير قدام اجوازاتهم عشان كلامهم ما يعملش لازواجهم صداع بعد الشغل، انهم يستحموا كل يوم عشان لو جوزهم عايز يعمل معاهم علاقه يكونوا مستعدين في اي وقت لتفريغ شهوته، وفي نفس الوقت ما يقرفش منهم اثناء العلاقه، انهم ما يتعلموش لان تعليمهم ملوش اي 30 لازمه ومكلف جدا للدوله، والست في الاخر ملهاش غير جوزها وبيتها، انهم يحافظوا على اجسادهم ووزنهم عشان اجوازهم ما يبصوش بره حتى بعد الحمل والولاده، انهم يمتصوا غضب ازواجهم عليهم وما يردوش حتى لو اتظلموا عشان الموضوع ما يتفاقمش والخناقه تكبر. من الاخر كان بيتم التعامل معهم كمواطنين من الدرجه الثانيه، وده كان بيسبب لهم كبت، وكانوا للاسف بيتعاملوا مع الكبت ده عن طريق ادمان الكحول ومعامله اولادهم بشكل سيء جدا زي ما المجتمع بيعاملهم وحش. فكانت اجيال كتير بتكبر وبتعاني من نقص التربيه والعنصريه البحته، ومتعودين ان العنف اللفظي والجسدي دي حاجه طبيعيه. افلام الخمسينات والاربعينات كلها كانت بالشكل ده. بس كده يا معلم، دي امثله الذكوريه في عالم السينما الامريكيه. ممكن نتكلم انا على فكره باستفاضه في اجزاء تانيه لو الفيديو ده لقى قبول ولقيت ناس عايزه تعرف اكتر عن الموضوع ده، لاني عايز اعرف اكتر عن الموضوع ده. اتمنى الفيديو بس يكون زي ما تقول مفيد او يعرفك الحياه او الذكوريه في السينما شكلها عامل ازاي، ان الموضوع معاك ما يتحولش بشكل شخصي او انك تهزر او تتراوشن في الكومنتات بجمل عنصريه ملهاش اي 30 لازمه. مفيش حرفيا خناقه ما بين الجنسين، الخناقه دي في راس بعض البنات والولاد اللي غالبا اطفال، انا اسف في الكلمه، فاكرين ان الجنس الاخر عدو ليهم ولازم يرفعوا رايه الحرب ويتعاملوا معاه بقسوه شديده. وبس كده يا معلم، خلصت حلقتنا. على كده ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات يا غالي او يا غاليه على حسب بقى. والاهم من كل ده، لو الفيديو عجبك اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو على الانستا، هتلاقيه في وصف الفيديو. وبيس.